تفضل، ايش مشكلتك؟ انا جيت اسلم نفسي يا فندم. صلنا قبل 6 أشهر عملت حادث وصدمت ولد ومات. ايش اسمك؟ اسمي شاهين، شاهين توفيق عبد الرقيب. ابوك المقاول؟ ايوه 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 تذكرت. القضية هذه لها 6 أشهر. ايش قلت لي؟ الولد مات. الله يرحمه. طبعا الولد ما مات. كيف يعني ما افتهم ليش؟ ايوه ما ماتش. الأم تنازلت والوالد علق الولد وعوض الناس، والقضية أغلقت بيوم. كيف بيومها؟ أنا لي 6 أشهر يعني. كل الأسئلة اللي في راسك بتحصل الجواب عند الوالد. يعني نمشي عادي. الله معك.